فضيلة الشيخ، ما المقصود من كلام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون؟ نعم، المقصود بذلك وصف هؤلاء بأمرين، بالإيمان وبالخوف من عذاب الله. الإشفاق بمعنى الخوف، وكونهم يخافون منه يدل على أنهم كانوا مؤمنين به. ففي هذا الثناء على من خاف من عذاب الله عز وجل، لأن من خاف من شيء اتقاه، فإذا خافوا من عذاب الله فلا بد أن يتقوا أسباب العذاب.